السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. الحقيقة سبب ان انا بدأت ارجع اعمل فيديوهات تاني، او يعني الفيديو ده تحديدا، ان النهاردة كنت عند طبيب هنا في ميونخ، وبعدين هو طبيب يعني مصري مشهور، وبعدين لما دخلت العيادة كان في برضو دكتورة، اعتقد يعني هي شغاله معاه. فالدكتوره لما قرت الاسم بتاعي فقالت لي ايه ده، انت احمد الزمروط، انت اللي بتعمل فيديوهات بتاعت المانيا ومش عارف ايه وكده. قلت لها مظبوط. قالت لي انا يعني عايزه اشكرك جدا جدا، انا زوجي متابع حضرتك، واحنا يعني تقريبا هم جايين المانيا جديد برضو، وبقالهم يمكن سنه ولا سنتين حاجه زي كده. وقالت لي انا بشكرك جدا عشان يعني الفيديوهات بتاعتك فعلا ساعدتنا ان احنا نيجي المانيا. فالصراحة الكلمة دي يعني اثرت فيا، ان انا يعني لما انا او عامة بني ادم لما يعمل حاجة كويسة الناس تستفاد بيها، وانا كل اللي انا عايزه ان ده يكون بس ايه في ميزان حسناتها، مش عايز اكتر من كده يعني. فاتبسطت جدا يعني من الكلمه، واثرت فيا وادتني زي موتيفيشن كده ان انا يعني ارجع اعمل فيديوهات تاني عشان الناس تستفيد، ويعني الموضوع ما يطولش اكتر من كده يعني ان انا ابقى بعيد يعني. فالنهارده هتكلم على حاجه مهمه جدا برضو، كان كذا حد بيسال عليها على جروبس بتاعت المصريين في المانيا وكده، وهي موضوع لم الشمل. انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده، بس يعني ايه هو الملخص، اهم حاجة في لم الشمل يا جماعة ان انت حاجتين، هما حاجتين بالظبط، ان انت تكون طبعا يا اما بتشتغل يعني في مصدر دخل، او لو انت بتدرس يكون في يعني حساب بنكي يغطي مصاريف مثلا الزوجة اللي انت هتجيبها او الزوج اللي انت هتجيبيه معاكي والاولاد طبعا. طيب بتتحسب ازاي؟ لو انا دلوقتي بشتغل يبقى اهم حاجة المبلغ اللي انا باخده شهريا يكفي مصاريف الايجار بتاع الشقة، ويكفي مصاريف الزوجة ومصاريف الاطفال، تمام؟ ساعتها هقدر اعمل لم شمل بدون مشاكل. ولو انا مثلا طالب او انت طالبة عايزة تجيبي زوجك معاكي والاولاد، او عايز تاخدي اولادك بس او اي كان، يبقى لازم طالما مفيش مصدر دخل يعني مفيش شغل مفيش عقد عمل، يبقى لازم يكون في حساب بنكي في ألمانيا مبلغ يغطي على الأقل سنة، تمام، اللي هم هياخدوا فيها الإقامة يعني مصاريف. طيب بتتحدد ازاي؟ دي بتختلف من مدينة للتانية، يعني كل مدينة في مدينة تقول لك حسب، طبعا لأن في مدن غالية مدن رخيصة فما ينفعش الموضوع يتعمم. ففي مثلا مدينة تقول لك أنا عايزة مثلا على الشخص البالغ مثلا 500 يورو شهريا والطفل 300 يورو شهريا، يبقى 800 يورو تضربهم في ال 12 شهر هيعملوا مبلغ، يبقى هو ده المبلغ المطلوب تحطه في الحساب بتاعك، تمام، أو في الحساب بتاعك. فهي بتتحسب كده. طب نعرف ازاي الفلوس؟ ما يا اما بتتواصلي مع السفارة، أو لو تعرفوا حد في ألمانيا يسأل لكم في الموضوع دوت، عايز تعرفوا بالظبط المبلغ اللي هم عايزينه قد ايه، وونس ان هم بيشوفوا الحساب ده موجود او بيشوفوا ان المرتب بتاعك بيغطي فعلا المصاريف دي، خلاص بيبقى مفيش مشكلة من ناحية النقطة دي. الحاجة التانية مهمة جدا وهي موضوع الشقة، يعني مينفعش انت تبقى واخد اوضة، زي مثلا انت سافرت الاول لوحدك وبعدين واخد اوضة وتقول انا هعمل لم شمل للاسره بتاعتي، سواء مثلا زوجه وطفل ولا زوجه وطفلين ايا كان، وعمل لهم لم شمل على الاوضه دي، مش هينفع، تمام، لان في مساحات، تمام، مينيمم لازم ان انت تاخد بالك منها. المساحات دي اللي هي بتبقى تقريبا 10 متر مربع للشخص البالغ وحوالي 6 متر مربع للطفل، تمام. ده المينيمم، دي المساحة المينيمم لكل فرد، تمام. فانت لو أسرة 5 أفراد أب وأم مثلا 3 أطفال، شوف بقى تحسب هيطلع لك كم متر الشقة تبقى المينيمم، تمام. دي ناخد بالنا منها كويس قوي عشان دي ما بيوافقوش فيها لو
المساحه اقل من اللي مطلوبه. تمام، دي مهمه جدا يا جماعه. هما الحاجتين دول بس، مفيش غيرهم، ان انت يبقى في مصدر دخل وان انت يبقى في شقه مناسبه. هما مش عايزين منك حاجه اكتر من كده يعني. تمام، الحاجتين دول عملتهم جبتهم مظبوط، خلاص يبقى مفيش يعني مفيش قلق من موضوع لم الشمل. والناس اللي هي كانت بتسال هل لم الشمل ينفع وانا طالب، ممكن كمان من الاول يعني من قبل السفر كمان تعمل لم شمل، مش لازم ان انت تسافر زي ما انا عملت كده. انا سافرت الاول وبعدين عملت بعد 6 شهور لم شمل لاسرتي. ممكن قبل ما تسافر كمان تقدم، يعني وانت بتقدم على فيزا طالب هم بيقدموا على فيزا لم شمل في نفس الوقت. تمام، بس لو في عندكم يا جماعه اسئله تانية ابعتولي في الكومنتس تحت، وان شاء الله الواحد يحاول يستمر انه يرجع تاني، لان زي ما انا قلت يعني الموضوع الصراحه طويل جدا. واتبسطت الصراحه لما لقيت حد بيقول لي ان هو استفاد من الفيديوهات بتاعتي، يعني لايف وجها لوجه كده، فدي حاجه بسطتني جدا يعني. اتمنى يكون فيديو مفيد ليكم، واسف على الاطاله. يلا يوم طيب وسعيد عليكم جميعا، اشوفكم على خير ان شاء الله قريب. يلا سلام.